كلام زي ما قلت لكم، محمد صلاح ترتيبه اتأخر هذا العام في جائزة البالون دور منذ انضمامه لليفربول. تعال اقول لك منذ انضمامه لليفربول في 2018 كان ترتيبه كام في جائزة البالون دور. يلا بينا. في 2018 كان السادس، في 2019 كان الخامس، في 2021 كان السابع، 2022 كان الخامس، و2023 كان في المركز ال11. عشان قلت لك لا انجازات مع ليفربول ولا انجازات مع منتخب مصر. طيب تعالوا نشوف تقرير عن نجمنا المصري الكبير محمد صلاح وترتيبه في السنوات الماضيه وانجازاته، ونرجع نكمل كلامنا. كعادته تواجد في قائمة أفضل اللاعبين بتأثيره الفني المميز وبأرقامه التاريخية التي كان ولا زال يسطرها في تاريخ كرة القدم. نجمنا المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي والذي احتل المركز الحادي عشر في قائمة اللاعبين المرشحين لحصد الكرة الذهبية لعام 2023 شهد الموسم الماضي تألقا ملفتا للفرعون المصري والذي سجل 30 هدفا وصنع 16 هدفا خلال 51 مباراة بمختلف المسابقات مع ليفربول في موسم لم يكن الأفضل بالنسبة للريدز، لكن ذلك لم يؤثر على استمرارية تألق صلاح وتوهجه، الأمر الذي قاده للتواجد في المركز الحادي عشر بجائزة الكرة الذهبية. وعلى الرغم من أن هذه المرة هي الأولى التي يخرج فيها صلاح من قائمة أفضل 10 لاعبين مرشحين لحصد جائزة البالوندور منذ انتقاله إلى صفوف ليفربول، إلا أن الفرعون المصري له تاريخ مشرف بالنسبة لترتيبه بالبالوندور منذ قدومه إلى ليفربول بداية من عام 2018 الذي شهد تواجده في المركز السادس، مرورا بعام 2019 الذي تواجد فيه في المركز الخامس، وصولا إلى عام 2021 والذي احتل خلاله المركز السابع، وفي عام 2022 احتل المركز الخامس، وصولا إلى العام الجاري الذي شهد تواجده في المركز الحادي عشر. وبغض النظر عن ترتيب صلاح في نظر العالم، دائما ما كان نموذجا يحتذى به في التألق والتوهج والاحترافية في الملاعب الأوروبية، إذ لا يزال يسطر الأرقام التاريخية التي تكتب اسمه بحروف ذهبية ضمن أساطير الدوري الإنجليزي، وبالتأكيد جعلته واحدا من أفضل المحترفين في تاريخ مصر، بل أفضلهم على الإطلاق. يفضل أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية بكل المقاييس يعني.